في البدايه كده عايزين بقى نعرف منك جات لك منين فكره انشاء مصنع كره القدم او مصنع لكره القدم. طيب عشان نبدا الفكره جات منين لازم نرجع ل 2008. تمام. اسسنا نادي الاسيوطي اللي هو صعد الدوري الممتاز في 2016. تمام. وبعد كده حققنا نجاحات كتيره من ضمنها وصول لقبل النهائي في كاس مصر. بعد كده كنا اول من ساهم في دخول استثمار اجنبي لمصر في كره القدم من خلال بيع نادي الاسيوطي لنادي بيراميدز المستشار تركي آل الشيخ. دي كانت خطوه قويه جدا لان طبعا دوريات العالم كلها دلوقتي بقت متجهه للاستثمار، الرياضه بقت استثمار. مظبوط. فقدرنا ان احنا نجذب مستثمر اجنبي ان هو يبتدي يدخل يستثمر في الكره المصريه. بعد كده تم بيع النادي للمستثمرين الاماراتيين. فطبعا دي كانت تجربه ناجحه جدا بالنسبه لنا. بعد بيع النادي التقينا بالاستاذ محمد حسن، هو احد رجال الاعمال المهتمين جدا بالصناعه الرياضيه. وهو شريك لينا وصديق. ابتدينا ان احنا نتكلم في خطوات ان احنا نعمل مصنع كرة قدم، اول مصنع لكرة قدم في الشرق الاوسط. والخطة الكبيرة ان احنا نبقى في مدينة صناعية رياضية كاملة في مصر، لان طبعا احنا دايما زي دخولنا استثمار كرة القدم احنا دايما بنفكر في الحاجات اللي هي فيها تميز اللي هي ما اتعملتش قبل كده. فطبعا كانت دي فرصه قويه جدا لان في الشرق الاوسط افريقيا ما فيش موجود. معقوله؟ ما فيش خالص ولا مصنع في الشرق الاوسط وافريقيا بيصنع كره القدم. فطبعا قررنا ان احنا بدايه المدينه الصناعيه الرياضيه تبقى بمصنع صناعه كره القدم. 6 اكتوبر في منطقه الصناعيه.